السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم، وأهلا وسهلا بكم أخواني وأعزائي في العالم العربي والعراق. أرحب بكم أجمل ترحيب، وياكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. أرحب بكم أجمل ترحيب. واليوم عندنا أغنية بسبب طلبات الأخوة والأصدقاء، اللي هي بس تعالوا للفنان الصديق العزيز كريم منصور، هذا الفنان الكبير، واللي هي من مقام البياض طبعا، وتلبية لطلباتهم. لكن قبل ما أبدأ أحب أنه أكد على الدورات الموسيقية اللي هي أساس بهذه القناة، اللي هي تشترك بها 8 محاضرات شهرية، وتقدر تسأل على التفاصيل عن طريق رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. هسه احنا نجي لآلة العود. هذا بدايته، هو شوف ري، هذا على الدو الجواب، لان انا عندي 6 اوتار، فهذا الدو. ري دو سي لا سول، ري دو سي لا سول، فا سول لا لا، دو سي لا سول، فا مي سول، فا فا مي ري مي ري، ري دو سي لا سول، ري دو سي لا سول، فا سول افق فا مي صل فا فا مي ري مي ري فا فا مي فا صل فا مي ري فا مي ري مي ري مي ري دو ري فا فا مي فا صل صل فا مي لا صل مختصر لهذه الأغنية لعزيزنا وصديقنا وصديقنا بأيام الدراسة، الصديق العزيز الفنان الكبير كريم منصور. وأعطيتكم هذا مختصر. كثير من الأخوان الأعزاء يقولون أنه دونها كنوطة حرفية، حقيقة تقدر تطلع عليها. طبعا أنا بالدورات الموسيقية أعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ونقدر نكتبه، لكن ليضيق الوقت بالفيديوهات يعني يحتاج انه تنوطه. لكن انت تقدر تاخذ هذا الفيديو وتبطئه وتدونه بيدك حتى تقدر تشتغل بيه. اتمنى انه عجبتكم في هذا الفيديو، وتحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر،
وعن طريق الواتساب تسألون التفاصيل. لا تنسى اللايك والاشتراك، ويا مية هلا بكم بقناة أول قناة عراقية. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.